يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من الناس إنما في البر، إذا كان في البر ولا عنده وسائل تسخين في البر ويخاف على نفسه من الماء البارد فهذا يتيمم، أما في البلد إن كان إنه يحصل على ماء مسخن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من الناس من إذا حذرته من الفرق الضالة وأهل البدع قال لا تتهم أحدا في عقيدته. نحن لا نتهم أحدا في عقيدته، لكن لنا ما ظهر، إذا كان يظهر من شخص أو من جماعة يظهر شر وبدع فنحن نحذر منه، أما ما دام ما يظهر شيء فنحن لا نفتش عن ما في قلوب الناس.